10 يصحى يظهر الفيوم بدمه، محافظة الفيوم الوحدة المحلية مركز مدينة الفيوم. ما حدث من وجود انفجار أو وجود حرائق أو أي شيء في دمه، دي أشعة، أشعة ليس لها أصل من الصحة. وحضرتك موجودة هون، ودي طيارة موجودة بتغسل الكابلات الرئيسية، وفي تعليمات موجودة كده، والناس موجودين والأمن موجود، ولا فيش أي حاجة من الكلام ده كله، ولا في حرائق ولا أي حاجة، مخازن موجودة والمحطة شغالة هيا، وما عندناش أي مشاكل. دي أشعة الغرض منها تشتيت، وأشعة مغرضة. هذه الأشعة الله أعلم بين مين اللي قايلها يعني، لكن ما فيش أي حاجة عندنا، والمخازن موجودة وكل حاجة موجودة، والطيارة شغالة وهيشتغلوا لمدة أسبوع كمان. الطيارة دي موجودة تبع شركة الطيران، وبتغسل الكابلات الرئيسية مية معينة، لأن المية بتاعتنا دي لو رشها الطيار يتكهرب. مية جايبينها هي معينة، والطيارة موجودة وموجود الشرطة والحمد لله كله تمام. وحضرتك لو صورت اللي ورايا الطيارة موجودة أهي شغالة.